طب وانا ولد ابو والله انهم مستعدين الرجيل هذا لا يبندر والله مستعدين انا اخو هذا ما تلحق امره وخاتم هذا يا مخرد هذا اللي دعم العالم كله ما بس والله العظيم والله ان شاء الله نحتف هاليوم اللي نجيبه يا مخرد مشي والله اللي يعطيهم لين يقطع هذا الكل لا 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 سواد وليلة سواد وليلة البنايد ربعي يا ربع السعر ربعي يا ربع السعر انصر دينهم ان شاء الله عند الله ثم عند وشوش هذا ان شاء الله ان شاء الله عاش الملك للعالم والوطن حي حي اهلا 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 أهل. لا هذا مال الشغل انا المدرب والله تعال تعال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفائلوا بالخير تجدوا وكرة القدم ما فيها شيء مستحيل يا رب إننا نطلع بالتعادل اليوم مجتمعين ومبسوطين وننتظر المنتخب وفطور متأخر مع الأهل والحبايب تفضل السلام عليكم مرحبا بالجميع في محل الجميع اليوم أنا المعزل في المركز مرحبا ومسهلا بالجميع والفوز إن شاء الله فاهم إن شاء الله اليوم المنتخب بإذن الله هلا يا مرحبا ان شاء الله الفوز لنا باذن الله ان شاء الله نشوف روح اداء مميز باذن الله 1-0 للصقور الخضر ان شاء الله ان شاء الله فرحه عم الجميع ان شاء الله اصابه لميسي ان شاء الله 2-1 للسعوديه ان شاء الله ان المنتخب يفوز يلا الستر يلا تعادل اطيب ان شاء الله ان شاء الله 3-0 للمنتخب بنفوز بنفوز ان شاء الله كلنا ثقه بالشباب وان شاء الله اداء جميل ان شاء الله نفرح بفوز السعوديه اليوم يجلدون الانجرتين 3-1 ان شاء الله هلا بعيال اخوي الغالين هلا بالامريكي هلا بكريم اختبرتوا ما شاء الله وراكم تاخرتوا علينا طيب معين ابوكم من اليوم عندنا وموافق يقول انا قلت لهم تعالوا طيب امك وافقت الحين ما شاء الله ما شاء الله طيب يا الامريكي وش توقعاتك اليوم توقعاتي الارجنتين ممكن يفوز ليش تشكيل منتخب كله هلال شده العمري برا سلطان غنام برا خلي العلوم هذه بعدين وانا عمك اقلط 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 الله ربي وانت ربي الله يا ربي وانت ربي الله يا ربي حجي ادلي يا حجي ادلي صلي على محمد الله يا ربي الله يا ربي وانت ربي الله يا ربي